وقررت اني اشيل التسجيل اوديه للاستاذ واعمل له مفاجأة، ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون مفاجأة سعيدة بالنسبة له. اهلا وسهلا بكم مرة ثانية معاي، وحابب اول حاجة اشكركم كثير على الدعم الكثير اللي لقيته، واذا انتم اول مرة موجودين معاي في القناة ارجو منكم الاشتراك على سن يصلكم الجديد. موضوع تصوير بدأ له فترة يمكن 8 سنين حاليا، وابتديت كهواية شوي شوي استمريت، ابتديت اتعاون مع جهات في انه انا يعني اعمل لهم ايفنتس، ابتديت اتعاون مع جهات نون بروفيت اورجنايزيشن، فالموضوع ابتدى معي كهواية. وعندي زي ما بقولوا كم رهيب جدا من التسجيلات موجود عندي ما طلعته نهائي صراحة. القرار اللي خلاني انه انا ابتدي اطلع افلام في اليوتيوب هي بنتي ندى. فجاتني في يوم من الايام قالت لي يا بابا انت عندك فيديوهات كثيره اليوم ما بتخدها في اليوتيوب حلوه، فحسيت ابتديت معاكم. فبشكركم كثير على السبورت اللي اديتوني له، حاجه قمه في الروعه ما كنت متخيلها. وصراحه انا ما كنت عايز اخلي الاستاذ الكامل يدخل كفنان في الفلوج تاعي، كنت عايز يدخل كوالد. لكن المفاجاه اللي حصلت لي زي ما قلت لكم حسي من شويه، عندي مفاجاه اليوم انه واحد من الشباب الاعزاء ارسل لي تسجيل مهم جدا جدا للوالد. والتسجيل ده يمكن قصته أكثر من 37 سنة. في 1969 الأستاذ عبد الكريم الكابلي تمت إجازة صوته في الإذاعة والتلفزيون المصري، وأعتقد أنه هو الفنان السوداني الوحيد تمت إجازة صوته في مصر في الإذاعة والتلفزيون تحديدا يعني. فسجل مجموعة من الأغاني، ظهرت منها أغنية واحدة اللي هي حبيبة عمري في الفترة ديك. وبعد ذاك شالوا الأعمال كلها ومجموعة منها عملوا لها تصوير فيديو اللي هو جابوا مجموعة من الناس الراقصين وكده، نفس الأداء اللي كان موجود في الأفلام الموجودة في الستينات والسبعينات. لكن الأعمال دي للأسف ما ظهرت نهائي بعد تسجيلها، المصريين ما قدموها أبدا. و يعني القصة أن إحنا القريبين حول الأستاذ كلنا عارفينها، لكن ما قدرنا نلقى التسجيلات. فواحدة من الأغاني القريبة جدا لقلبي اسمها إلى متى، وهي أغنية يعني باللغة العربية الفصحى وتسجيلها تم بالسلم السباعي. وحسب كلام الأستاذ إنه رفض يطلع الأغنية أو يعني ما حب إنه يطلع الأغنية بشكل واسع في السودان، لأنه مجموعة من الناس أصحابه المقربين لو قال لي يا أخي أنت مودينا على وين بالسلم السباعي، ونحن السلم بتاعنا زي ما انتم عارفين السلم الخماسي، السلم الخماسي. ف يعني قرر انه يستمع لنصيحه اصدقائه وما يغني بالسلم السباعي. فدي التجربه الوحيده للاستاذ اللي هو قدمها بالسلم السباعي. بالنسبه لي الاغنيه جميله جدا، يعني انا بحبها خالص. و يعني انا كشخص بقول له انا اعتقادنا حول الاغنيه دي انها كان بالعكس حتفتح لك ابواب لك انت وللموسيقى السودانيه، انها ممكن يعني تكون كجسر بين الموسيقى السودانية بالسلم الخماسي والموسيقى العربية بالسلم السباعي. لأنه لما تقدم أغنية بالسلم السباعي هتخلي ناس يبتدوا يحبوا طريقة أدائك، وبالتالي هيبتدوا يستمعوا لبعض الأغاني السودانية اللي أنت بتقدمها. لكن الأستاذ طبعا الرجل زي ما بيقولوا يعني فلسفته أكبر مننا ومكانته أكبر مننا كثير. يعني انا متاكد انه هو اخذ القرار الصحيح. لكن بالنسبه لي تحديدا انا الاغنيه عندها يعني ابعاد خاصه بذكرياتها معي من الطفوله، سمعتها كم مره منه بالعود، ودائما كنت افتش على التسجيل ده وما الاقيه. حتى من سنتين يمكن وصيت واحد يعني قلت له لو بتقدر تشوف لي في الاذاعه والتلفزيون المصري انه نشوف اكسس للماده دي. فسبحان الله اليوم واحد عاصم رسل لي الاغنيه وبقول لي سعد هل سمعت الاغنيه دي قبل كده؟ فرسلت تسجيل نفسه بتاعت اذاعه وادي النيل. اتبسطت جدا جدا واتخلعت طبعا لما سمعته، وقررت اني اشيل التسجيل اوديه للاستاذ واعمل له مفاجاه. ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون مفاجاه سعيده بالنسبه له ويتبسط خالص. في بعض الاشياء اللي هي يعني جات مع الحدث نفسه في الفتره دي كان هحاول اخذ منه معلومات. وحتى بتذكر كان من الحياة اللي بيقول نحن أطفال، قال واحد من اللي كانوا موجودين قال له أحسن تسافر قبل ما يسمعك عبد الحليم حافظ، يعني بيضحك معاه يعني.
شيل الفلاش وحنمشي للوالد الأستاذ الكابلي وخليه يسمع الأغنية ونشوف ردة فعله ونسمع بعض الذكريات عن الأغنية دي. أخذ مسافة طويلة يبتسم وسألني أول سؤال قال لي من وين لقيت التسجيل. فأنا بشكر الأخ عاصم أحمد كثير وأقول له شكرا لك كثير على الـ على الـ على الأغنية اللي رسلتها يعني. بتمنى إن شاء الله لو في أي شخص عنده يعني طريقة أكسس على التلفزيون أو الإذاعة أو الأشياء اللي كانت موجودة تبع ركن السودان، يعني في مجموعة من الأغاني عبارة عدد عن 6 أغاني منا فلسطين إلى متى حبيبة عمري. حبيبة عمري تسجيلها موجود لكن بقية التسجيلات يعني نادرة جدا، أنا ما سمعت منها غير حبيبة عمري صراحة. المهم فقال لي الموضوع ابتدى سنة 69 في القاهرة، كان هو في ضيافة الأستاذ أحمد دياب وضيافة أيضا عمنا السيد المربي عليه الرحمة الأستاذ عبد الكريم مرغني، وكان ايضا في مجموعه من الاصدقاء الوالد. المهم في الموضوع انه كان في مقابله تمت في مجله الكواكب، رئيس تحريرها كان رجاء نقاش، واتفقوا على تنويد مجموعه من الاغاني، وتم التنويد عن طريق الاستاذ نصر عبد المنصف. ونصر عبد المنصف هو الشخص اللي عمل تنويت لأستاذنا الكاشف عبد العزيز داود أحمد المصطفى، مجموعة كبيرة من الفنانين السودانيين اللي هي الأعمال كان بيتقدم في ركن السودان. من ثم الأستاذ توجه وعمل تسجيل للأغاني دي. إلى متى كلمات الباشمهندس عبد العزيز السيد أحمد عليه الرحمة، و الأستاذ الكابلي سألته قلت له ليه لحنتها بالسباعي أو بالشرقي مع أنك أنت عندك أغاني زي ماذا يكون ضنين الوعد باللغة العربية الفصحى لكن تم تلحينها بالسلم الخماسي. فإجابته قال لي أنا كان عندي غرض، أنا في الفترة دي قال لي كنت في بدايات عمري يعني في مقتبل العمر، وكنت دار أثبت لنفسي أن أنا ممكن ألحن بالسلم السباعي، وأيضا قال لي حبيت أن أنوع في إبداعي. فقال لي بعنان مرايتي الخاصة بعتقد انه الشخص الفنان مفروض يقدم العمل بشكله، يعني اذا غنى سوداني او لحن سوداني لحن سوداني من غير اضافة اي اشياء شرقية. فقدموا العمل، تم التسجيل، وبعد كده مشوا على التلفزيون سجلوا عدد من الاغاني عن طريق تسجيل الكاميرات المرئي، والتسجيلات دي مفروض تكون موجودة لكن زي ما قلت لكم لم يتم عرضها ابدا. الفرقة اللي اشتغلت مع الاستاذ هي جزء من هي بسموها الفرقة الماسية، وكانت بقيادة الأستاذ عمر خورشيد عازف الجيتار، وكان البيانيست اسمه حسونة، وفي مجموعة تانية من العازفين الكبار جدا اللي كانوا نفس العازفين اللي كانوا بيشتغلوا مع السيدة أم كلثوم. في صور تم التقاطها أثناء العمل ده، والشخص اللي كان وراء التوثيق هو السيد الغائب الحاضر عليه الرحمة أستاذنا محمدية، كان الفترة ديك بدرس في مصر وكان عنده وعي سابق لزمنه، مشى اعتقد عقد مع شخص مصور ياخذ لقطات للفرقة وللأستاذ وهم بيقدموا في العمل. فدي قصة إلى متى بشكل يعني سريع. وين الأغنية يا سعد؟ الأغنية خطيها في لينك تحت في الديسكريبشن حتلقوها. إن شاء الله تعجبكم. السلام عليكم.